أحداث طبعا كتيرة جدا متصدرة المشهد على الساحة الكروية المصرية، واستقبلنا في هذا الفصل ضيفنا النهارده الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي. برحب بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير أستاذ مريان، تحياتي ليكي ولكل مشاهدي ومسموعي. الرنجة حلوة؟ أكيد. كل سنة وأنت طيب، منورنا. طيب وخليني كده أبدأ معاك قبل ما نروح لأفريقيا، نبدأ في الأجواء المحلية. يعني مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، أعتقد اي حد كده في بدايه الدوري لو قلنا له في ماتش في الجوله التاسعه مؤجل اهلي والاتحاد هيكون ماتش لخبطه مهم شويه. هيقول ليه يعني، بس النهارده ماتش مهم جدا وحاسم بنسبه كبيره صحيح. لنادي الاتحاد السكندري في فرصه صعوده للكونفدراليه، ومهم طبعا في جمع نقاط بالنسبه للنادي الاهلي يكونوا محسوب على الدور الاول. فبالمعطيات كده شايف المباراه الى اي مدى ممكن تكون قويه؟ ويمكن طبعا مباراة الاهلي والاتحاد عموما يعني بيبقى فيها قوه ونديه، بصرف النظر عن يعني تاريخ المواجهات في الفتره الاخيره، وبنتكلم عن تاريخ مواجهات الاهلي والاتحاد في الفتره الاخيره تفوق اهلاوي على مستوى اخر 10 مواجهات، على الاقل 9 انتصارات اهلي وتعادل وحيد، 21 هدف للاهلي وثلاث اهداف فقط للاتحاد السكندري. الاتحاد عنده ظاهره سلبيه شويه في مستوى التهديف في مرمى الاهلي، فيمكن دي من ضمن العقبات اللي بتواجهه، لكن النهارده عنده حافز زياده زي ما قلتي اللي هو فرصه المشاركه في بطوله الكونفدراليه. يمكن الموقف ده اتكرر مع الاتحاد في قصاد نادي الزمالك من حوالي ثلاث سنين، كان عنده فرصه برضه مشاركه في بطوله الكونفدراليه وكانت المباراه بالنسبه له كانت حاسمه، فعشان كده دي بتدي دوافع زياده للفريق وللاعيبه ان هم يقدموا افضل ما عندهم، خاصه ان الاتحاد خارج من فوز مهم على بلديه المحله، كان فوز مثير وقدر ان هو يحقق نتيجه بهدفين مقابل هدف. نادي الاهلي برضه وصل انتصارات الفتره الاخيره، فاز على الاسماعيلي، فاز على الجونه، عشان كده برضه معنوياته عاليه رغم الروتيشن او عمليه التدوير اللي بيعملها مارسيل كولر المدير الفني، لكن تبقى طبعا الامور يعني قويه في الملعب، تبقى الامور ما بين الفريقين، مباراه فيها نديه كبيره، مباراه فيها رغبه عند الفريقين في تحقيق الفوز، الحوافز والدوافع موجوده عند كل فريق ان هو يوصل انتصاراته. الاهلي عايز يقرب اكتر من منطقه الصداره، الاتحاد فكره المشاركه في بطوله قاريه تبقى حافز كبير جدا لكل اللعيبه، عشان كده احنا هنشوف النهارده مباراه يعني صعب ان احنا نتوقع بالسيناريو بتاعها ونشوف ان هي هتمشي في اي اتجاه او تميل لانهي كفه. صحيح الاهلي زي ما بنقول كعبه عالي او التفوق بتاعه بشكل كبير، لكن في النهايه يعني ما نقدرش نحسم ايه اللي ممكن يحصل في 90 دقيقه. طيب النادي الاهلي زي ما انت بتقول بيعمل روتيشن، مستر مارسيل كولر النهارده مريح بعض اللاعبين بجانب يعني غياب عمرو السولية واحمد عبد القادر بداعي الاصابه، ولكن في لعيبه هو مريحهم. صحيح. والحقيقه ان هي يعني ماتش جاي في توقيت رخم، ان انت تكون عايز تكسب الثلاث نقط بس في نفس الوقت انت عايز تحافظ على لعيبتك عشان عندك مواجهتين في غايه الاهميه وغايه القوه. صحيح. الترجي التونسي ذهابا وايابا، ف ازاي ده ممكن يكون بيأثر الى حد ما اللعيبه اللي عندها حذر داخل ارضيه الملعب واللعيبه برضو اللي هيكونوا غايبين النهارده؟ هو اكيد طبعا يعني نقدر نقول مارسيل كولر ما بين نارين، ما بين ان هو عايز يحافظ على القوام الاساسي بتاع الفريق ويدي فرصه للعيبه اللي ما بتشاركش بانتظام انها تاخد فرصه في مباراه الدوري خاصه في الضغط، وما بين ان هو عايز يحافظ على حصد النقاط ومواصله الانتصارات في الفتره اللي جايه عشان يبقى برده عنده دافع معنوي برده، ما هو بيشتغل في الجنبين يعني برده فكره ان هو يعني يتعامل مع مباراه الدوري بعدم اهميه دي مش وارده، اكيد مش هيقبلها سواء كولر نفسه او لاعبي النادي الاهلي او الجمهور او الاداره، لازم ان هو يحافظ على التوازن ده. ففكره الحفاظ على التوازن هو اللي يحسب لمارسيل كولر الحقيقه ان هو وسع قاعده الاختيار بتاعته بحيث ان هو عنده لعيبه كتير تقدر تشارك في اي وقت، الاساسي مستواه مش مختلف عن البديل بشكل كبير، اللعيبه اللي بتشارك بتادي نفس المراكز في توظيف اعاده توظيف اللعيبه برده في مراكز مختلفه، يعني النهارده ممكن نشوف عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الايسر في غياب علي معلول وفي غياب كريم الدبيس عن القائمه، فبالتالي في تغييرات ممكن نشوفها في تشكيل النادي الاهلي، لكن هو محافظ على الهيكل الاساسي يعني مثلا مروان السولاي مش موجود، مروان موجود، كوكا مش موجود، اكرم موجود، عشان كده دايما المحافظه على التوازن ده من اهم سمات مارسيل كولر مع النادي الاهلي، ولكن طبعا فكره ضغط المباراه بتجبره على اختيارات معينه، بتجبره على قرارات معينه، لكن هو في النهايه اكيد الهدف الاسمى بالنسبه له هو نهائي افريقيا ومباراه الترجي، ولكن ما يقدرش ان هو يوصل ده للعيبه في الوقت الحالي، بيتعامل مع المباراه كل مباراه بشكل خاص وان هو عايز يحقق المباراه الفوز في المباراه دي، وبعد كده يبتدي يدور على المباراه اللاحقه عشان كل مباراه يبقى ليها تركيز واستعدادات خاصه بيها.
متابعتك لتعامل مستر مارسيل كولر في الفترة الأخيرة مع عصبية بعض اللاعبين؟ يعني أنا بشوف أي لاعب سابق بيتكلم عن الموضوع بيتكلم إن هي حاجة واردة، يعني في الآخر إحنا بنبقى قاعدين هنا مستريحين ونقول لا ما يصحش وكده، بس في بعض الأحيان طبعا في حدود معينه بتبقى مفهومه بالنسبه للاعب كوره سابق كمحلل فني، انه لا ساعات انا ببقى متضايق غيران عايز العب حاسس ان انا كويس عايز اخد فرصه، وده حصل من اكتر من لاعب في الفتره اللي فاتت، ولكن صحيح. بتحس ان الدنيا بتتلم الى حد كبير بشكل سريع، ونشوف اللعيبه دي بتعود مره تانية للقائمه الاهلاويه مع مستر مارسيل كولر. فحاسس ازاي فكره تعامل مستر مارسيل كولر مع عدد كبير من النجوم كلهم شايفين ان هم لهم الأحقية في المشاركة باستمرار؟ ويمكن النقطة دي يعني هي حيوية شوية ومهمة في توقيتات اللي بيقدر يعمل فيها مدير فني روتيشن ويدي فرصة للعيبة ولاعيبة أخرى، لكن القاعدة الأساسية إن مفيش مدير فني هيبقى عنده لاعب بيكسبه أو لاعب مهم وهيتجاهله أو مش هيديله الفرصة. فكرة إن اللعيبة ممكن تبقى تنفعل أو تتعامل بعصبية شوية مع قرارات المدير الفني، شفنا يمكن مفيش مثال أبرز من في الفترة الأخيرة من اللي حصل ما بين يورجن كلوب ومحمد صلاح، يعني النرفزة وحصلت، لكن في النهاية خرج الراجل اتكلم بشكل جيد. محمد صلاح في المباراه الثانيه التاليه على طول سجل هدف في الفوز على توتنهام، فبالتالي الامور دي بتعدي، يعني وارد ان اللعيب يحتاج، لكن برضو المهم ان انت كلاعب ان انت تعرف حجم دورك في الفريق، دورك ان انت تنفذ تعليمات المدير الفني. اللعيبه بيبقى عندها غيره، بيبقى عندها رغبه، بيبقى شايف ان ليه فلان يشارك وانا ما شاركش، ليه ان انا ما اخدش فرصه اكبر، ليه ان انا النهارده فايق في الماتش بلغه الكوره ان انا اطلع بالظبط، ليه يتم تبديلي. في لعيبه ما بتحبش تخرج من الملعب حتى لو في الدقيقة 90، بيبقى شايف ان انا لا اكمل، ليه ان انا يتم استبدالي، انا مش محتاج ان انا اريح. لكن المدير الفني بيبقى له وجهة نظر تانية، ممكن هو شايف حاجة انت مش شايفها، شايف ان انت بيحافظ عليك على الاقل، يعني اقل الاسباب ان هو يحافظ على واحد من النجوم اللي عنده. في لعيبة كده بتحب انه يبقى دايما رجلها في الملعب، وفي لعيبة طبعا انفعالها بيبقى انا ليه مش موجود في الاختيارات، انا ليه مش موجود في الحسابات، طالما انت بتعمل روتيشن يبقى تديني فرصة ان انا اشارك بشكل اكبر. كل دي امور ويعني حسابات كتير بتبقى لاي مدير فني، لكن المدير الفني الذكي هو اللي بيقدر يتعامل معاه ويحتوي غضب اللعيب. عشان كده دايما انجح مدرب او انجح نموذج للمدرب هو اللي بيوصل للعيبه كلها فكره ان انتوا كلكم اساسيين عندي، مفيش فرق ما بين لاعب اساسي ولاعب احتياطي، كله هيحصل على فرصه. في مدربين كتير ومدارس كتير بتتعامل بالشكل ده، بيبقى قريب من اللعيبه، بيدي لهم انطباع ان انا يعني مهما كانت اختياراتي لا تشمل بعض اللاعبين، ولكن في النهايه كله هيحصل على فرصته. وفي مدربين بيتعاملوا بمنتهى الجديه، انا قراري وانت يجب ان انت تحترم القرار ده. كولر يمكن بيميل شويه للمدرسه دي، ان هو يعني لازم قراراته تحترم، لازم ان انت افرض كلمتي كمدير فني وانت تعرف دورك كلاعب، ولكن في النهايه طالما انت كجهاز فني عموما بتقدر تحتوي الخلافات دي وتقدر سواء بقرارات اداريه او بقرارات فنيه تقدر ان انت توصل للعيبه فكره الالتزام، فاعتقد ان ده نموذج للنجاح. الحقيقه كمان ان الكابتن طارق العشري النهارده صاحب الخبرات الكبيره جدا يعني في الدوري المصري، وعلى درايه كامله بكل تفاصيل طبعا النادي الاهلي، وكمان بيملك مجموعه من اللاعبين المؤثرين جدا في الدوري المصري، بيجي في مقدمتهم طبعا مبلولو الهداف اللي يعني قدر ان هو يكون حتى كمان بيحظى باهتمام الجمهور الافريقي في كاس امم افريقيا، والنهارده هيكون اكيد ليه دور بجانب بعض الخبرات اللي بيملكها. تتوقع المباراه هتكون بالنسبه للكابتن طارق العشري عامله ازاي، خصوصا انه بيلعب على الثلاث نقط وامام النادي الاهلي؟ صحيح. يمكن طبعا حتى لو لاحظنا قائمه الكابتن طارق العشري في مباراه النهارده ما فيش اختلافات كثيرة عن مباراه بلديه المحله، يمكن عنده نفس العناصر تقريبا اللي بيعتمد عليها، يمكن في الهجوم بنجامين بواتنج مع مبلولو، وجود احمد عادل ميسي، وجود خالد غندور، وجود سليفو مورو، العناصر اللي بيعتمد عليها بشكل اساسي الكابتن طارق العشري، والفلسفه بتاعته الفكره ان انت اولا ما يدخلش فيك هدف، يعني هو بيعتمد كده ما يدخلش فيك هدف الاول، ومن ثم ان انت تقدر تبني على ده وتقدر ان انت تهدد المنافس سواء بهجمات مرتده سواء بالكرات الثابته اللي بيوجدها بشكل كبير جدا فريق الاتحاد السكندري. عنده تحولات هجوميه مهمه وقويه بيقدر يعملها فريق، عنده في لعيبه كتير بتقدر توصل الكره في مناطق الخطوره زي خالد الغندور، زي احمد عادل ميسي، عندهم انطلاقات كويسه، ففي فرصه ان الاتحاد السكندري يعمل مباراه متوازنه. متوازنه بمعنى ان هو الهدف الاساسي بالنسبه له هو عارف قدره النادي الاهلي الهجوميه وعارف قدرته على ان هو يشكل خطوره على مرماه، فبالتالي ان هو بيحاول قدر الامكان ان هو يامن شباكه، يامن ان هو ما يستقبلش
اهداف النادي الاهلي، لان طبعا هو مش عايز يكرر سيناريو مباراه الزمالك. دايما لما بتلعب قصاد الاهلي والزمالك، الفرق اللي هي الاكثر قدره هجوميه اللي هي بتلعب لعب مفتوح، بيبقى هدفك الاساسي ان انت ما تستقبلش اهداف، اكيد مش هتقدر تجاريهم في اللعب المفتوح. فرق الخبرات وفرق اللياقه بيبقى برضو واضح في المباراه اللي زي دي. لكن طبعا اللي فرق مع كابتن طارق العاشر في مباراه الزمالك ان هو استقبل هدف بدري، ارباك له الحسابات شويه، فبالتالي كان اضطر ان هو يلعب بشكل تاني في الشوط، بشكل مختلف في الشوط التاني، فقدر ان هو يبقى ند في بعض فترات المباراه. فعشان كده الفلسفه الاساسيه بتاعت كابتن طارق العاشر ان هو يقدر يعتمد على التحولات الهجوميه، ويقدر ان هو يامن مرماه بشكل كبير لاطول وقت ممكن، يحط الضغط على المنافس، الضغط برضه على النادي الاهلي. اكيد الكابتن طارق العاشر ونادي الاتحاد السكندري مطالب بالفوز النهارده فيما يخص حسابات المشاركه في الكونفدراليه، ولكن النادي الاهلي ايضا يعني اكيد طموحاته هي واحده في كل المباريات، وهي تحقيق الفوز. عشان كده يبقى في يعني فرص لجيم خارج الملعب ما بين مارسيل كولر والكابتن طارق العاشر، مين اللي يقدر يتفوق على التاني. دي حقيقه، واعتقد هي مباراه اكيد هتكون كبيره ممتعه، تحظى بجماهيريه عظيمه ان شاء الله نكون بنشوفها النهارده. خلينا ناخد النادي الاهلي على مستوى افريقيا، هل دي تعتبر بروفا بيتم النظر اليها، ولا فصل تام ما بين البطولتين؟ او يمكن طبعا فكره الاستعداد للبطوله، كده كده انا يعني في طريقي لخوض النهائي الافريقي اي مباراه باخدها هي تندرج في اطار التحضير لنهائي افريقيا. صحيح الشكل الخطط هيبقى مختلف، صحيح المنافس هيبقى مختلف، صحيح انا حساباتي كمدير فني في لعيبه مريحه، كل دي امور بتختلف من المباريات المحليه للمباريات الافريقيه. لكن انا غصب عني كجهاز فني بتعامل معاها بنفس جديه الاستعداد لبطولات افريقيه، لان انا حتى لو النادي الاهلي ما كانش عنده مباريات او ارتباطات في الدوري في الوقت الحالي، اكيد كان هياخد مباريات وديه على سبيل المثال، واكيد هتبقى نفس منافسين اللي بيعتمد اللي بيقدر ان هو يجرب من خلالهم العناصر اللي عنده. فعشان كده اكيد كل المباراة دي تحضيريه لنهائي كاس دوري ابطال افريقيا، وبالتالي وان اختلفت الحسابات فهو بالتاكيد بيقدر يجرب العناصر. في مدربين بيحاولوا ان هم يعني يضيفوا قدر من الخداع شويه الاستراتيجي، ان انا عارف ان المنافس بيراقبني، عارف المنافس بيتابع مبارياتي. ترجي التونسي يمكن مبارياته امام الصفاقسي وامام المنستيري في المباراه في الدوري التونسي في مرحله التدريب في الفتره الاخيره قدر ان هو يغير شكل شويه. قد يكون دي حسابات المدير الفني ان هو عايز يعني يبعد انظار المنافس عن العناصر الاساسيه، ولكن في النهايه الترجي والاهلي كتاب مفتوح كل منهما للاخر، سواء بسبب المواجهات الاخيره وان كانت في تغييرات في صفوف الفريقين في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره، ولكن بالتاكيد كل مباراه بيبقى ليها اهميتها في التحضير والاستعداد للبطوله الافريقيه. هنتكلم اكتر عن مباراه النادي الاهلي والترجي وكم تفصيله كده فيها، وكمان اكيد هنتكلم عن نادي الزمالك، ولكن هستاذنك هنروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل مع حضراتكم، خليكم معانا. لسه منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ امير نبيل الناقد الرياضي، برحب بيك مره تانية. كنا بنتكلم عن النادي الاهلي ولسه هنكمل فيه كده في كم لف قبل ما نروح لنادي الزمالك. احمد عبد القادر رجع وفاق وسجل والدنيا كده كانت تبدو مشرقه، ولكن للاسف اصيب. صحيح. بنسبه كبيره هيكون بيغيب عن مباراه الذهاب، يعني عمرو السوليه يبدو ان بيتاكد غيابه عن اللقاءين. صحيح. ولكن هل احمد عبد القادر ممكن نشوفه في مباراه العوده؟ هو لسه طبعا يعني بدري ان احنا نحكم على موضوع الاصابه، لان بيبقى في اكتر من خطوه مع متابعه مع الجهاز الطبي في يعني مدى تعافيه او استجابته للبرنامج العلاجي. كل دي امور بتحسم قدرته على المشاركه، فعشان كده طبعا لسه قدامه وقت، ممكن نتكلم فيه يعني اسبوع كمان ممكن يتحدد بناء عليه، اذا كان طبعا بناء على الاختبار الطبي، اذا كان عنده قدره على. لكن عمرو السوليه الامور بالنسبه له يمكن تبدو اصعب شويه، فعشان كده يعني يمكن زي ما بتقولي عبد القادر جايه له الاصابه او دايما بتجيله في اوقات يعني ابتدى فيها يبقى فعلا موجود يفرد نفسه، يبقى يعني من العناصر المهمه في حسابات مارسيل كولر، فعشان كده يمكن ده سوء حظ برضو بالنسبه له شويه. بالزبط. اتمنى ان هو يرجع ان شاء الله في الفتره اللي جايه ويبقى موجود. المباراه الذهاب والعوده، يعني ده ترتيب الامثل ان انت تلعب مباراه الذهاب خارج الديار والعوده هنا وسط جمهورك، ايا كان بقى بعامل الجماهير وكده والدوافع بتكون مختلفه، ولكن تصنف انهي مباراه هي الاصعب في هذه النسخه يعني مش بشكل عام؟
هو طبعا يعني تقصدي في مسيره تونس، في تونس طبعا، اكيد طبعا مباراة يعني تونس مباراه هتكون تونس أصعب. يعني الاجواء في رادس بتبقى يعني اجواء صاخبه أعتقد جدا، من الملاعب اللي الجماهير قريبة قوي صحيح، من الأرضية. والجماهير التونسيه من الجماهير اللي بتفضل 90 دقيقه عامله صخب وعامله يعني اجواء صعبه على المنافس، مش بس الترجي، النجم الساحلي، نفس الصفاقسي، كل الانديه التونسيه وشمال افريقيا بشكل عام عامله يعني بتعمل ضغط على المنافس بشكل كبير جدا، بحيث ان انا لو حتى مش متفوق عليك في الملعب ممكن نفسيا في لعيبه ممكن بتبقى عندها رهبه الاجواء دي متوتر شويه، شوية. لكن يمكن النادي الاهلي عنده خبره التعامل مع المباريات اللي زي دي. السنه اللي فاتت حقق بطوله دوري ابطال افريقيا من الوداد في الدار البيضاء، فعشان كده خلاص حته الرهبه الرهبة من دي الجمهور دي بقت ما بقتش موجوده زي الاول. يمكن بس ترتيب المباريات زي ما بتقول، يمكن الذهاب في تونس والعوده في مصر دي يمكن بتدي افضليه ان انا اقدر احقق نتيجه بره ارضي، لكن طبعا النتائج السلبيه هي اللي بتبقى يعني حساسه شويه. يعني طبعا نتمنى كل التوفيق يا للاهلي رب وكل ان شاء الانديه الله. المصريه والزمالك، يبقى السوبر الافريقي مصري مصري خالص. باذن الله. فعشان كده يمكن زي ما الاهلي تعادل مع المازيمبي في دور نصف النهائي، كان في خطوره شويه ان المازيمبي لو قدر ان هو يسجل هنا، وكان فعلا سجل هدف، ولكن لولا تدخل الفار انقذ النادي الاهلي واداله فرصه ان هو يعود وادى حماس للعيبه اكتر ان هي تقدر تسجل. عشان كده بيبقى فيها نسبه ريسك شويه ان انا لو ما قدرتش اخرج بنتيجه ايجابيه بره ملعبي، بتبقى الامور بالنسبه لي يعني فيها قدر من المخاطره شويه. ولكن طبعا يعني برضو في الاجواء الجماهيريه، بنتكلم على الاجواء في تونس والاجواء الجماهيريه، اكيد الاجواء هنا من في على مصر استاد واستاد القاهره القاهرة لما نشوفه مليان بالجماهير والتشجيع طول 90 دقيقه ويعني بترج الملعب فعلا، دي اكيد هتبقى حافز قوي للعيبه انها تقدم افضل ما عندها وتقدر انها ان شاء الله ان شاء تحقق الله بطوله. الساعة الكاملة بإذن الله يكون اكيد بيحظى بها جمهور النادي الأهلي. طيب أخيرا قبل ما نروح لنادي الزمالك، سؤال الفترة، شوبير، مصطفى شوبير ومحمد صحيح، الشناوي، القصة دي أعتقد أن الحارسين، يعني الشناوي بتاريخه العظيم جدا مع النادي الأهلي ومع منتخبنا الوطني، دائما هيكون جدير بحراسة مرمى وعرين النادي الأهلي. مصطفى شوبير بما يحققه في التوقيت الحالي وثقة كبيرة بيحظى بيها وشباك نظيفة وماتشات وأداء وروح وكل حاجة عملها مع النادي الأهلي في فترة قصيرة أدت ثقة كبيرة جدا من الجماهير فيه، فأصبح سؤال منطقي جدا. يعني طبعا هو ده سؤال يشغل جماهير النادي بالظبط. الاهلي وكتير من المتابعين ل يعني فكره المنافسه ما بين مصطفى شوبير ومحمد الشناوي. محمد الشناوي يمكن زي ما اتكلمت هو تاريخ مميز مع النادي الاهلي وتصديات مهمه جدا، وكتير من البطولات كان له دور الحسم فيها، وان هو قادر ان هو يعني يصنع الفارق دايما مع النادي الاهلي. مصطفى شوبير مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي ويمكن في الكره المصريه في الفتره الاخيره، قدم تصديات مهمه اكتر من مباراه كان له دور مؤثر فيها. يمكن مباراه الاسماعيلي كان اخرها تصدي مهم جدا في الدقائق الاخيره، حرم الاسماعيلي من التعادل وحافظ للاهلي على 3 نقاط. مصطفى يمكن خد ثقه خلاص، فكره بقى ان انا حارس شاب ولسه ما تعودش على الضغوط، لا هو موجود، هو بيثبت اقدامه وبيثبت نفسه بشكل كبير جدا. عشان كده كان برضو من الانصاف من جانب مارسيل كولر ان هو يديله فرصه اكبر ويديله بالظبط. يعني هي دي يحافظ الفكره، على ان هو انا كويس فليه اقعد، بالعكس يتم استثمار ان انا ماشي بشكل جيد يعني. بالظبط، لان مركز حراسه المرمى ده بالذات مركز حساس جدا. يعني لو نفترض ان مارسيل كولر بعد عوده محمد الشناوي واصبح جاهز للمشاركه رجعه تاني للتشكيل الاساسي، كده مصطفى شوبير خلاص يعني هيبقى فيه دروب في المستوى او حتى على المستوى نفسي. النفسي. بالظبط. هو حارس فنياته عاليه جدا، حارس استعداده وثقته وهدوءه، ويمكن دي حاجه مهمه جدا، يبقى الحارس لما بيبقى هادي بيدي احساس للمدافعين اللي عنده ان يعني اي تعامل مع اخطاء او مواقف دفاعيه بتبقى بشكل افضل. عشان كده دي برده كانت هتفرق مع مصطفى شوبير ان هو يستمر في حراسة المرمى ويكمل المستوى اللي عندك بقى. رأي في الموضوع ده؟ انا رايي ان هو اللي حصل ده هو المنطقي. انا طبعا يعني مفيش خلاف، محدش يقدر ينكر اللي قدمه محمد الشناوي، وده حارس كبير جدا يمكن الافضل في مصر لسنوات طويله، بس محدش البعض يقدر يعطي ينكر ده. الاحقيه للشوبير في التوقيت ده. بالظبط، لكن هو على مستوى الاحقيه وان هو حد ثبت اقدامه في تشكيل النادي الاهلي، اعتقد خلاص حقه، يعني ما نقدرش ان احنا يعني نسلبه الحق ده او نقول ان هو لا اصله مستواه مهتز، اصل يعني فعلا مش هيبقى فيه مبرر
قوي لعوده محمد الشناوي لو مصطفى شوبير بيقدم مستويات قويه جدا، ولكن اكيد هيبقى له دور طبعا محمد الشناوي في الفتره اللي جايه. النادي الاهلي اكيد مبارياته ومشاركاته كتير في يعني البطولات، طبيعي لازم يتم استغلال لاعب بحجم الشناوي طول ما هو جاهز. طبيعي. طيب رايك ايه في بيان نادي الزمالك فيما يتعلق بقصه التحكيم؟ يمكن طبعا يعني نقدر نصنفه ان هو اول بيان من نوعه من جانب اداره نادي الزمالك في الفتره الحاليه. يمكن بحسب البيان ان مجلس اداره نادي الزمالك كان يعني بيطالب بالعداله التحكيميه، وشايف ان يعني ده ارساء لمبدا تكافؤ الفرص، وان كان في تجاوز عن بعض الاخطاء في مباراه هل شايف تصعيد في البيان ولا شايفه في محله؟ يعني انا شايفه هو يعني حتى هو كفكره بيان ممكن البعض يعتبره على سبيل التصعيد، لكن لغه البيان نفسها هاديه شويه، ما فيش يعني تحديد بالانسحاب من الدوري والحاجات يعني الحاجات دي اللي كنا بنشوفها قبل كده، يعني لغه عقلانيه شويه بتلفت بس الانظار او بتعمل سبوت على في حاجه معينه انا كمجلس اداره او كنادي الزمالك شايفها ان هي يعني عامل سلبية ضد فريقي او حاجه اثرت على نتائج فريقي في الفتره الاخيره. الجوانب الفنيه دي امر اخر طبعا، ممكن نتكلم على جوزيه جوميز وعدم التوفيق في التشكيل او في اختياراته او اداء نادي الزمالك في المباراه دي بشكل عام، ولكن ده طبعا الجانب التحكيمي او الاخطاء او ما الى ذلك دي طبعا يعني ترجع للخبراء وما يقرونه اذا كان في نادي الزمالك له احقيه في خطا او في قرار ما. نادي الزمالك من وجهه نظره ان هو تعرض للظلم في اكثر من مباراه متتاليه، عشان كده كان توقيت البيان ده. اعتقد ان طبعا نادي الزمالك او كمجلس اداره هو يعني من مبدا ان انا بحاول ان انا اوفر، احاول ان انا ادي النادي حقوقه او اجيب للنادي حقه، شايف ان هو تعرض للظلم او كده، ولكن في النهايه نتمنى المنظومه كلها ترتقي، يبقى في انتظام على مستوى المسابقات ومش بس القرارات التحكيميه تبقى طبعا اكيد ما يبقاش في تعمد بشكل كبير، ولكن نامل ان منظومه التحكيم يبقى في مواصله التطور ويعني ارتفاع المستوى في الفتره اللي باذن الله. انا بشكرك شكرا جدا جزيلا يا استاذ امير، دايما بتنورنا وبتشرفنا، وان شاء الله كده نكون يعني بنشوف النهارده مباراه ممتعه يقدمها كلا الفريقين النادي الاهلي والاتحاد السكندري باذن الله، تليق بتاريخ كبير جدا لكلا الفريقين. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ امير نبيل الناقد الرياضي كان في ضيافتنا النهارده، وتحياتي موصوله لحضراتكم مشاهدينا الكرام. خلصت حلقتنا من صباح اون تايم، ونلتقي دائما على خير مع حضراتكم.